لا أنا قصدي هالخبر كتير منيح. تعرفي هن رح يجوا لعنا اليوم لحتى يشوفوا الكبيرة ويحكوا معه بخصوص الزواج. عن جد؟ وستي أنت شو رأيك؟ قليلي أنا عم بعمل كل شي بقدر عليه لحتى تحبيني، بس أنت لساتك مصرة تبعديني عنك. وكمان لا تنسي أنا بكون حفيدتك يلي بتحبك. أنت مين مفكرة حالك لحتى تنظمي زواج شخص؟ لما أنا عم دور وبدي جيب لك خطابين رفضتي وقلتي إنك بنت صغيرة، قلتي إنه عمرك لسه بس 17 سنة وهذا مو عمر زواج. أنت ما فكرتي بعمري لما كنت عم تشوفي لي زوج؟ أتعرف بعمر الزواج؟ لهيك أنا حكيت مع أهلها لنيها. بس بالنهاية أنت رح توافقي. أنا كتير مستغربة من كلياني، من وين جايبة هالشجاعة لتساوي هالأمور بهذا العمر الصغير؟ شوفي أنا رحت اليوم على السوق بس كرمالك أنت وجبت لك أحسن صحن حلويات بالسوق كله إلا كان، خدي وحدة. أمي وأنا كمان بدي منها، أعطيني وحدة. اسكتي أنت، روحي وخلصي الحليب تبعك يلا. ما أحلى هالوش كلياني. تعرفي أنا كان بدي وحدة غنية كتير مشان أخي أتعرف، قصدي بنت منيحة ومرتبة تكون متعلمة مشان ينجح بحياته، بس هو اليوم راح عنده شوية شغل عرفتي؟ بس استني أنا لازم خبره بهالشي حتى يجي على البيت، ولازم خبره فوراً بهالشي. دقيقة مرت عمي استني شوي، لا تخبري الخبر الحلو ما بينقال على الموبايل. أنا برأيي ما في داعي تخبري مشان ما تخرب خطتنا كلياتها. إيه صح، حليا لبعدين كلنا منفاجئ بهالخبر اللي بيطير العقل. هي فكرة ظريفة. مو معقول شو حلوين، شو هالمجوهرات. قديش كنت متمنية يكون عندي هيك أساور من زمان. يا خالي انتي لازم توقعي هون. استني دقيقة، هي الورقة اللي عم توقع عليها شو؟ انتي قريتي شو مكتوب بالورقة أول شي؟ كلياني أنا ما بعرف أقرأ. استني قلي لي، أنت بتملكي قطعة أرض بمنطقة جالنا خالتي؟ إيه مزبوط، بابا كتب لي إياها باسمي قبل ما أتزوج. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.